احنا حكينا بالمحرات اي و بي. احنا اليوم وصلنا للبارت الثالث سي، بايل اسيد بايندينج رزين. بايل اسيد بايندينج رزين من اسمها يعني لها علاقه ويا من؟ ويا البايل اسيد. البايل اسيد اللي من يفرزه؟ ينفرز عن طريق الانترو هيباتيك، يعني عن طريق الصفراء والكبد. هنا خلينا نشوف شنو راح يصير. بايل اسيد سيكويسترنت. سيكويسترنت من اسمها يعني شنو؟ يعني تحبس، حابسة، أو يعني محاصرة. سيكويسترنت رزينز هاف سيجنيفيكانت ال دي ال كوليسترول لورينج افكت. احنا ايش قلنا؟ قلنا ال دي ال كل ما قللنا احسن، لان هو شو يعتبر؟ يعتبر باد ليبيد. وال اتش دي ال كل ما زاد يكون افضل، لان هو يعتبر جود ليبيد. فأني التارجت مالتي أو الأوبجكتيف بالتريتمنت هو أنا أقلل التوتال ليبيد إن جنرال، وبالسب ديفيجن مالتهم أقلل الـ LDL وأزين الـ HDL. Although the benefits are less than those observed with statin. هو صاحبي مفعول حلو هذا البايل أسيد بايندينج رزينز، بس الإفكت مالته مو مثل الستاتين اللي حكيناه بديك المحاضرة، هو اللي كان أي تسلسل مالته. أوكي، ميكانيزم أوف أكشن، خلينا نشوف شنو تشتغل هذه الرزين. هم طبعا من هم الرزينز؟ رزينز يعني اسم الفاميلي مالتهم. الرزينز اسم الفاميلي، الفاميلي اللي تشتغل على البايل أسيد. الممبرز مالته هم الكوليسترامين، كوليستيبول، كوليسي فيلام، كولي سيليفان، ار انايون اكستشنج. كم واحد هسه هم؟ كوليسترامين، كوليستيبول، كوليسي فيلام. ذول بايند نيجاتيفلي تشارج بايل اسيد. من هو النيجاتيف؟ النيجاتيف البايل اسيد. ذول ايش راح يجون؟ راح يجون يسوون ويا اتاتشمنت، راح يسوون بايند. وين يسوون هاي البايندينج؟ بيا مكان؟ بالسمول انتستين. بالسمول انتستين زين. خلينا نشوف بين السيكونسز شو راح يكون. بين رازين بايل اسيد كومبلكس، هو من سوا ويا بايندينج وصاروا كومبلكس، از اكسكريتد ان ذا فيسز. وين اكسكريشن مالتهم يصير؟ بالفيسز. يعني هو من سوا ويا كومبلكس وبعدين صار بي اكسكريشن، معناها absorption ما راح يصير بيه. عرفنا وين؟ لا عرفنا وين هسه اللي تارجت احنا مالتنا ايش حصلنا؟ يعني انا اخذت او انطيت للبيشنت مالتي رزين، واحد من ذولي الثلاثه، الكوليسترامين، كوليستيبول، كوسي فيلام، واحد من ذولي اخذهم البيشنت عن طريق الاورال. وصلوا وين؟ وصلوا للسمول انتستين. بالسمول انتستين شافوا هناك؟ شافوا بايل اسيد وبايل سولتس. ايش سووا؟ سووا ياهم بايند. من سووا ياهم بايندينج صاروا كومبلكس. الكومبلكس يعني فشي معقد، يعني صار مركب، يعني ما بقت البايل اسيد والبايل سولت على حالها، فما راح يقدر الجسم يسوي لها ري ابزوربشن، فراح يصير بيها شنو؟ اكسكريشن. اكسكريشن بالمحصله احنا ايش حصلنا؟ قللنا الابزوربشن مال البايل اسيد والبايل سولت، فبالتالي راح يقل الليبيد. لورينج ذا بايل اسيد كونستريشن كوزز. خلينا نشوف شلون يقلل الليبيد بالمحصله. لورينج ذا بايل اسيد كونستريشن، هاي هنا لورينج ذا بايل اسيد كونستريشن كوزز هيباتوسايتو انكريز كونفرشن اوف كوليسترول تو بايل اسيد. اوكي، ما راح يصير بها ري ابزوربشن. الهيباتوسايت يعني الليفر سيل شو حسوي؟ حصير عندها ردة فعل. شو راح تحول؟ راح تحول كوليسترول اللي هي خازنته داخلها تحوله الى بايل اسيد، ريزلتنج ان بالنتيجه ريزلتنج ان ريليبنشت. يعني شنو؟ يعني استنفاد. replenished supply of this compound، يعني
الستور مالتها حيستنضب. Replenish supply of these compounds which are essential component of the vial. فهنا بالنتيجة النهائية راح يقل الكوليسترول. Consequently, the intracellular cholesterol increased uptake is mediated by an upregulation of cell surface LDL receptor. يعني شنو الزاد يا ريسبتر الزاد بهم على cell surface LDL receptor. In some patients, a more distress in plasma HDL, HDL قلنا هو الجود ليبيد, is also observed. The final outcome of this sequence of events is decreased total plasma cholesterol concentration. هسه هنا واضح؟ تمام يا دكتورة واضح. اوكي. Therapeutic uses. هسه خلينا نجي نشوف احنا شنو استخدامات هذول الجروب. The vial and vial binding resin. Are the drugs of choice often in combination with diet or niacin. يعني يا اما انا اسوي البيشنت يسوي دايت وياخذ هاي الدراكس او هو ياخذ نياسين. نياسين الجروب الثاني البي ذيك المحاضره. يعني يا اما انا اخلي يسوي دايت وانطيه هذه الدراكس او انطيه نياسين ويا هاي الدراكس. ان تريتنج يا تايب 2A اند تايب 2B هايبرليبيديميا ان ذوس رير انديفيدوال هو ار هوموزايغاس فور تايب 2A ذات از فور هوم Functional LDL receptor are totally lacking. These drugs have little effect on plasma LDL level. Cholesteramine can also relieve pruritus caused by accumulation of bile acids in the patient with biliary obstruction. Okay, هاي الاستعمالات مالته. Therapeutic uses. أنا أقول لك therapeutic uses يعني indication. Indication نفسها therapeutic uses. Pharmacokinetics. Kinetics يعني من الـ administration للـ execution. خلي نشوف شو يصير بي. Cholesteramine, cholesterol and cholesylivilam are taken orally. الـ administration هسا آدم هو. اللي قال لك because they are insoluble in water. Insoluble in water. شباب insoluble in water. And are very large. يعني المولكيولار ويت مالته عالي. They are neither absorbed nor metabolically altered in the intestine. يعني administration oral. الميتابوليزم ما يصير بيه. ما يصير يعني لان اللارج مولكيولار ويت وهو وات. اوكي. الاكسكريشن instead they are totally excreted in the feces. ايش كاتبت لكم هنا؟ totally excreted in the feces. يعني اذا اجيب لك بالام سي كيو اقول لك الكوليسترامين او الكوليستيبول او كوليسيفيلام is excreted via renal route. ايش تكتب لي؟ true or false؟ وين الشباب؟ false. اعتقد فولس يمكن دكتوره فولس اي فولس. تعرف ليش فولس؟ انا مثلا اكتب لك انا ايش كتبت لك هنا؟ قلت لك administration oral. ميتابوليزم لان هو لارج ما راح يصير بي. absorption ما يصير بي. excretion عن طريق الفيسز totally يعني 100% ما اقصد بها. انا ايش اجيب لك؟ اجيب لك بالام سي كيو مثلا احور لك بالعباره ايش اكتب لك؟ اكتب لك اختار واحد من ذوول الثلاثه. مثلاً يقول لك cholesterol is excreted mainly via feces and minor in minor cases via renal. أنت لازم شو مخلي ببالك؟ لازم تعرفها هو totally through feces. فمنه ألوف لك بيها وأقول لك قسم بالfeces وقسم باليورين تقول خطأ. لأن
هو شنو توتري عن طريق الفيسز. واضحة طلاب؟ واضح طلاب؟ تمام تمام دكتورة. أسلينا خلصنا من الكاينتك. خلينا نشوف الادفيرس افكتس مالتها شي يصير عندهم. طبعا هو انتو الادفيرس افكت يعني كانه ما شلون تجميع الجماعات، عرفت ولا الادمنستريشن مالته اورال، لا ابزوربشن ولا بستر ولا ميتابوليزم واكسكريشن يصير بيها عن طريق الجي اي تي. خلينا نقول هو الممر مالتها من النهايه من البدايه النهايه هو جي اي تي، فاغلب اغلب السايد افكت او الادفيرس افكت حتاثر لي عليه من عن جي اي تي. خلينا نشوف gastrointestinal effects. The most common side effects are gastrointestinal disturbances. أول وحدة gastrointestinal disturbances such as constipation, nausea, flatulence. Constipation, nausea, flatulence. Colicibilam أكبر gastrointestinal، يعني منو أكثر واحد بهم لطيف عن جي اي تي؟ الكوليسيبيلام. كوليسيبيلام اكثر واحد لطيف على اليمن عن جي اي تي. السايد افكت اللي يسويها هذا الجروب اقل ويا هذا الدراج، يعني الكونستيبيشن والنوزيا والفلاتولنس اقل ويا الكوليسيبيلام من الكوليستيبول والكوليسترامين. خلينا نشوف ثاني سايد افكت امبيرد ابزوربشن. absorption مال من؟ مال نفسهم الادراك، مال هم ذول العائله، مال كوليسترامين، كوليستيبول، كوليسيبينام، لو غير شيء، لا غير شيء، لان انا قلت هم شنو؟ لاج مولكيولار ويت، ما يصير بهم absorption ولا ميتابوليزم، مو صحيح؟ لنا اوكي، لا خلينا نشوف على من تاثر. تاثر من نعطيها في جرعات عاليه at high doses كوليسترامين and كوليستيبول but not كوليسيبيلام. شوفوا هذا الكوليسيبيلام لطيف، هاي بالمرتين نستثني من السايد افكت. امبير ذا ابزوربشن اوف فات سولابل فيتامين، اللي هم من هم؟ الاكيد اللي هم اكيد اي دي اي كي. دولي لما اني يعني انطي الكوليسترامين او الكوليستيبول بجرعات عاليه راح يصير عند البيشنت مال ابزوربشن اوف هاي اوف فات سولابل فيتامين، اللي هم من هم؟ مجموعة الاكيد. فبهالحالة انا ايش راح اسوي؟ يا اما اخلي يعني فاصل زمني بين ذول الدراجز والفيتامينات، او اخلي او انطي بديل. المن انطي بديل؟ ابدل كوليسترامين كوليستيبول ويا الكوليسيبيلام. كوليسيبيلام خلينا نشوف الانتراكشن. هسه شفتوا طلاب الادفيرس افكت اثنيناتهم على الجي اي تي ديستربنسز، ويقلل الابزوربشن مال من؟ مال فات سولابل فيتامين. دراج انتراكشن كوليسترامين اند كوليستيبول انترفير وذ ذا انتستاينال ابزوربشن اوف ماني دراجز. فور اكزامبل من هم؟ تتراسايكلين، فينوباربيتال، ديجوكسين، وارفارين، رافاستاتين، لوفاستاتين، اسبرين، ثايزيد. ذولا تحفظهم، ذولي حفظ. مثلا اقول لك patient عنده مثلا heart attack، مثلا عنده ذولا جماعة الانجينا، احنا مو بقيم على اسبرين، taking aspirin and lipid profile profile when tested patient has high cholesterol level. High cholesterol level أعطيك خيارات من الأنتي هايبرليبيديميك دراج وأقول لك اختار واحد، اختار واحد من ذولي يكون مناسب لهذا البيشنت، يكون مناسب لهذا البيشنت. شو أحط لك أنا بالاختيارات؟ أحط لك استاتين، أغلطك، أحط لك برافاستاتين، وأحط لك كوليسترامين والكوليستيبول وياهم. فاقول لك يا هو من عندهم مناسب، هو اوريدي ياخذ اسبرين. انا الاسبرين انت ما مخير اشيله، ثابت الاسبرين، اريده يبقى الاسبرين. ف
فانت ايش تجي شو تقول؟ تقول زين هو البيشنت على اسبرين، اني اذا اجي انطيه كوليسترامين راح يصير دراج انتراكشن، واذا انطيته كوليستيبول هم يصير دراج انتراكشن، فايش اختار؟ اختار دراج من غير جروب. تختار دراج من غير جروب اللي هم منهم الجروبات البقيه النياسين والهيدروكسيميثيل كوي اللي هنا. اوكي هسه عرفنا شنو دراج انتراكشن. Therefore, drugs should be taken at least 1 to 2 hours before or 4 to 6 hours after the bile acid binding resin. إذا كان ما عندك خيار أن تطي غير دراج، أنت ملزم تطي واحد من ذول الاثنين، لازم شو تسوي؟ تخلي فواصل زمنية. خلي فواصل زمنية بين من؟ بين two types of drug، بين هذا الجروب وهو الأدوية اللي patient أصلاً يأخذها، مثلاً هو على فينوباربيتال، على ديجوكسين، على وارفارين. فأما أنت تعطي هذا الدراج الكوليسترامين الكوليستيبول قبل ساعة أو ساعتين أو بعد 4 إلى 6 ساعات اللي هنا. أوكي هسه جينا وين؟ للجروب دي، like you can see هذا دي. جروب دي الفايبريت، فينوفايبريت والجيمفايبروزيل. جيمفايبروزيل، فينوفايبريت and جيمفايبروزيل are derivatives of fibric acid that lower serum triacylglycerol and increase HDL level. Both have the same mechanism of action. اوكي اللي هنا متفقين اثنين عطهم نفس الميكانيزم. However phenofibrate is more effective than gemfibrozil. من المور افكتيف phenofibrate in lowering plasma LDL cholesterol and triglyceride level. Mechanism. خلينا نشوف الميكانيزم of action of this group. The peroxisome proliferator deactivated receptors. الفارس are members. Receptors. PARs are members of the nuclear receptor supergene family that regulate lipid metabolism. PARs function. PARs functions as ligand activated transcription factor. Upon binding to this natural ligand, fatty acid or eicosanoid, PARs are activated. أكيد راح يجي receptor ويا الليجن راح يصير activation. They then bind to peroxisome proliferator response elements which are localized in numerous gene promoters. In particular, PARS regulates the expression of gene encoding for proteins involved in that protein structure and function. لنا أوكي شزايد لي phenofibrate or fibrate also increase the level of HDL cholesterol by increasing شلون عن أي طريق؟ by increasing the expression of APOA1 and APOA2. phenofibrate is a prodrug. هاي معلومة. شنو يعني prodrug؟ يعني هو من أخذه أنا على شكل prodrug يعني يكون not active بعدين يتحول إلى active. Producing an active metabolite. شوفيت ورا الميتابوليزم. Phenofibric acid which is responsible for the primary effect of the drug. من الactive metabolite مال phenofibrate؟ Phenofibric acid. هذا. Phenofibric acid which is responsible for the primary effects of the drug. طبعا شباب الحضور كلكم كتبوا اساميكم، المفروض ناخذ الحضور هسه. راح انزلكم فورمه مال الحضور، مطلوب الحضور من عندكم. راح انزلكم بعد شويه فورمه مال الحضور. هسه عرفنا هو برودراج برودوسينج ان اكتيف ميتابولايت اللي هي فينوفايبريك اسيد، هي المسؤوله عن برايمري افكت اوف ذا دراج. Uses
uses مالتها شنو فايبريت ار يوز ان ذا تريتمنت اوف هايبر ترايسيل جليسرول كوزينج سيجنيفيكانت ديكريز ان بلازما ترايسيل جليسرول ليفل فينوفايبريت انجيو فايبروزيل ار بارتيكولار يوزفول ان ذا تريتينج تايب 3 هايبرليبيديميا This beta lipoproteinemia, in which intermediate density lipoprotein particles accumulate. مو الهاي ولا اللو. Intermediate. Patient with hypertriacylglycerolemia type 4. يعني من هو elevated VLDL. Or type 5. Elevated VLDL plus chylomicron. هنا أنا therapeutic uses مالتها ترى هاي مميزة. أول شيء treatment of hypertriacylglycerolemia هذا المصطلح أول مرة يجي عليك بالسلايدات causing significant decrease in the plasma triglycerol level آية أول وحدة بعدين useful in the treatment of type 3 hyperlipidemia this beta lipoproteinemia in which intermediate density lipoprotein particles accumulate واللي عندهم هايبر تراي اسيل جليسيروليميا اللي هما تايب 4 elevated VLDL or type 5 elevated VLDL plus chylomicron who don't respond to diet or other drugs may also benefit from treatment with this agent يعني last choice يصير عندك مثلا انت طلعت غير جروبات وما صار زين فتجي هذا last choice مالتك من وين؟ fibrates. Patient with hypertriacylglycerolemia type 4 elevated VLDL or type 5 هذا معاد نفس الشيء احنا حكينا بالسلايد ذاك. هنا نجي على الكاينتيك خلينا نشوف الكاينتيك مالتهم شلون. Both drugs are completely absorbed after an oral dose. Oral dose. يعني الادمنستريشن مالتهم شنو هو؟ Oral. Gemfibrozil, phenofibrate distribute widely bound to albumin. Distribution مالتهم widely distributed. Binding عندهم binding للالبومين. Both drugs are undergo extensive biotransformation. يعني شنو يعني ميتابوليزم طلع بايو ترانسفورميشن يعني ميتابوليزم يعني هسه ادمنستريشن اورال ديستريبيوشن اذا هاي معناها الابزوربشن مالتهم ترى هم عالي يعني الابزوربشن مالتهم من الجي اي تي جود ابزوربشن عندهم بايندنج للالبومين وبعدين يصير بهم اكستنسيف بايو ترانسفورميشن اكسكريشن مالتهم باليورين as their glucuronide conjugate as glucuronide conjugate as administration oral absorption from GIT عندهم binding للألبومين وعندهم distribution high wide distribution extensive metabolism يصير عندهم بالليفر والexcretion through renal route as glucuronide conjugate adverse effect Gastrointestinal effect. The most common adverse effects are mild gastrointestinal disturbances. This lesson as the therapy progress. يعني بالبداية patient is يصير عنده adverse effect mild يعني disturbances بالجي تي discomfort وهالسوالف. بس بعدين ورا الجرعة بالبداية يعني ورا ما انت تمشي proceed هذا سايد افكت راح يتعود عليه البيشنت يقل ليثياسيس معناها تكوين الحصى because this drugs increases biliary cholesterol excretion there is predisposition to the formation of gallstone يعني البيشنت يكون معرض للجولستون مصل على المصل ايش عنده افكت يسوي مايوسايتس inflammation of the voluntary muscle voluntary يعني skeletal can occur with both drugs. Thus, muscle weakness or tenderness should be evaluated. دائماً إذا الpatient أنت تعطيه fibrate
وجاك عنده تندرنس او بين بالمصل او ويكنس لازم انت تشيكه ليكون عنده مايوسايتس. patient with renal insufficiency may be at risk. ليش؟ لان احنا قلنا الاكسكريشن through renal route as glucuronide compound. فاذا البيشنت عنده رينال امبيرمنت فاكيد راح يصير اكوموليشن. من صار اكوموليشن راح يزيد سايد افكت. مايوباثي اند رابدوميوليسيس هاف بين ريبورتد ان تو بيشنت تيكينج جامبايبرازيل اند لوفاستاتين توجذر. يعني سوى من انطيهم التاثير سايد افكت مالته حيكون عالي. زين خلينا نشوف الفايبريت هم عندها دراج انتراكشن. بوث فايبريت كومبيت وذ ذا كيومارين anticoagulant for binding site. يعني تنافس الكيومارين على binding site on the plasma protein, thus transiently potentiating anticoagulant activity. INR times should therefore be monitored when patient taking both drugs. يعني لما أعطي كيومارين وأعطي فينوفايبريت دائما البيشنت ماتي أشيكه وأسوي له INR. INR International Normalized Ratio. Okay. Similarly, these drugs may be transiently elevate the level of sulfonylurea. هذا type أو group من الأنتي of DM treatment, diabetic mellitus, anti hyperglycemia, sulfonylurea. تأخذنا بالكورس الثاني. Contraindication. The safety of these agents in pregnant or lactating women has not been established. ما دام not well established, المفروض احنا شو نسوي؟ نتجنبها بالأم الحامل والأم المرضعة. They should not be used in patients with severe hepatic and renal dysfunction. ليش؟ واثنينهم هم hepatic وهم renal. ليش مو بس renal؟ لا ليش مو بس renal؟ دكتورة لأنت تطبق بالألبومين وبعد أنا حكيتها بالكاينتك ديستربيوشن ماتي عالي وسبيها أسبيها ميتابوليزم دكتورة عافية 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 منو شو اسمك؟ آيات لؤي آيات عافية ميتابوليزم أنا شقلت مو قلت ميتابول يعني بايو ترانسفورميشن يصير بها عالي وين بايو ترانسفورميشن؟ بالليفر والإكسكريشن عن طريق الرينال. فإذا patient عنده hepatic impairment ورينال impairment إيش أسوي؟ أكون حذرة من أنطي الفايبريت صحيح؟ أو مو حذرة أصلاً ما أنطي. أوكي؟ أوكي. وإذا patient عنده gallbladder disease يعني عنده gallstone هم ما أنطي لأن هو شو يسوي؟ lithiasis. أوكي؟ عندنا الجروب الأخير cholesterol absorption inhibitor. يعني هذا الجروب شو يشتغل لوكال استيمي selectively inhibits intestinal absorption of dietary and biliary cholesterol in the small intestine. هو البيشنت يحصل الكوليسترول عن طريق الدايت عن طريق الفود. خلينا نكون يعني هيك مصطلح واضح لان دايت عبالكم رجيم عن طريق الفود. وبعد منين يجي من البلياري. دول وين يوصلون small intestine. أنا إذا أريد أمنع الأبزوربشن مالتهم شنطي أنطي أستيميب leading to decrease in the delivery of intestinal cholesterol to the liver. ما يخلي يصير أبزوربشن ولا يروح الكوليسترول للليفر. This causes a reduction of hepatic cholesterol stores and an increase in clearance of cholesterol from blood. يعني يمنع المصدر يمنع السبلاي مال الكوليسترول للهيباتيك. استيمي لوس LDL كوليسترول باي 17% 17 and triglycerol باي 6% 6. يعني اكثر شيء المن ينزل LDL 17% والتريجليسرول 6% and it increase HDL كوليسترول by 1.3% 1.3% يعني بيه خوش شغل يقلل لي LDL 17%
ترايجليسرول 6% ويزيد للـ HDL 1.3%. أستميف is primarily metabolized in the small intestine. بقى الميتابوليزم ماتة وين؟ and liver. إحنا بالليفر بالله هذا الشيء سمعانين بيه ومتعودين عليه، مو صحيح؟ شباب انتبهوا لي هنا. أستميف is primarily metabolized in the small intestine and liver via glucuronide conjugation phase 2 reaction. زين. With subsequent biliary and renal excretion. الإكسكريشن حيكون عن طريق البيلياري والرينال. الميتابوليزم حيكون عن طريق small intestine والليفر via glucuronide conjugation يعني phase 2. Both استميب and استميب glucuronide are slowly eliminated from plasma. Elimination مالتهم slow. With half life of approximately 22 hours. استميب has no clinically meaningful effect on the plasma concentration of the fat-soluble vitamin. يعني هاي اعتبرها فائدة. مو مثل الرزين. الرزين أثرت لي على absorption مال هاي الفيتامينز. بينما الأستميب لا ما يأثر لي. Patient with moderate to severe hepatic insufficiency should not be treated with استميب. طبعاً لأن الميتابوليزم هيكون عن طريق GIT, small intestine والليفر. Formulation of استميب and simvastatin formulation يعني combination يعني الترتيب اللي تحتوي على الاستميب والسيمفاستاتين has been shown to lower LDL levels more effectively than the statin alone. يعني لما البيشنت انا منطيت statin واجي اضيف له استميب فائده مالتي حزيد، فائده مالتي او القوه حزيد. لهنا ثانك يو.